ومعنا مشاهدينا الكرام من اسطنبول سيد أديب العلياوي المحلل العسكري، مرحبا بك سيد أديب. إذا مجلس حقوق الإنسان اكتفى بالإدانة لانتهاكات النظام في الغوطة المحاصرة وسط اعتراض الروسي، ماذا يمكن أن تغير هذه التحقيقات في أروقة مجلس الأمن من الأوضاع على الأرض؟ نعم، تحية لكم وتحية لمشاهديكم الكرام. حقيقة يعني نحن قلنا أن المجتمع الدولي عاجز عن فعل أي شيء، أو عن يعني حقيقة عاجز المجتمع الدولي على أن يكون هناك حل سياسي حتى هذه اللحظة، لأن الحقيقة يعني روسيا التي عطلت أنظمة وقوانين الأمم المتحدة وقوانين حقيقة قوانين مجلس الأمن التي صدرت أخيرا، يعني بعد هذا العجز الدولي الذي نرى أن هناك جعجعة ولا نرى طحنا حتى هذه اللحظة، لا أعتقد أنه سيقوم بأي شيء اتجاه الحل السياسي في سوريا. طيب، واتجاه المجازر التي يقوم بها النظام وإيران والميليشيات الإيرانية والروس على الأراضي السورية. ولذلك نحن نعول على ثوار الغوطة، نعول على أفطالها أن يصدوا هذا العدوان الغاشم، وخاصة بعد أن لاحظنا أن هناك تقدم في 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 يعني منذ ساعات على أكثر من جبهة وساعات وأكثر من نقطة. وأعتقد أن الأيام القادمة يعني حبنا بالمفاجآت بالنسبة للوضع على الأراضي السورية، وخاصة على أرض الغوطة. نعم، المحاصرة منذ أكثر من 5 سنوات. نعم. طيب، معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث نشر صورا تبين الأرض المحروقة في الغوطة. إذا كانت خطة النظام وحليفته روسيا قد ظهرت، ما التحركات الواجب اتخاذها من أجل وقف هذه التحركات دوليا؟ يعني حقيقة التحركات حتى الآن خجولة من قبل الجميع، يعني هناك أصوات مرتفعة من قبل فرنسا ومن قبل بريطانيا ومن قبل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن دون أن يكون يعني لها شأن. فعلى الصعيد الآخر يعني حتى للأسف يعني المعارضة السياسية يعني أقول أيضا هي يعني حتى الآن لم تخرج بموقف يعني مميز، يعني يجب أن يعني أن تخرج هيئة المفاوضات وتنعي أستانا وتنعي جنيف وتنعي كل الحقيقة يعني الحلول السياسية التي يحاول المجتمع الدولي يعني أن يقوم بها، حتى يكون هناك تحريض حقيقي للضغط على روسيا وللضغط على الميليشيات الإيرانية. نعم. لكن في الواقع الذي سيتغير على الأرض أعتقد أنه هو من سيفرض وقف الأعمال القتالية. طيب، وهو من سيفرض الحل السياسي. ودعني أقول أن هناك مفاجآت في الأيام القادمة على أكثر من جبهة. أعتقد أن هناك يعني تحضيرات لفتح جبهات أخرى للتخفيف عن الغوطة والتخفيف عن المجازر التي تقوم بها روسيا وإيران على أرض الغوطة، وفتح هذه الجبهات أعتقد أنه سيخفف على أرض الغوطة، وأيضا بطولات أهل الغوطة هي من سيفرض الحل السياسي. كيف ترى الموقف الأمريكي في ظل هذه التجاذبات والتصريحات المتبادلة بين الأمريكان والروس؟ يعني نحن نلاحظ أن هناك حقيقة أكثر من حرب باردة أصبحت بين الروس وبين الولايات المتحدة الأمريكية يعني على الأرض السورية، ولكن حقيقة وعلى حساب أطفال الغوطة وأطفال سوريا وعلى حساب يعني نساء وأبطال يعني السوريين المتواجدين على الأرض السورية. لذلك أعتقد أن هذه المصارعات الثيران التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، كل يعني دولة تحاول أن تتقدم يعني على الفصيل الآخر وأن تحاربها كحرب باردة، ولكن الوقود هذه الحرب الباردة للأسف الشديد هم أطفال سوريا. نعم، والنساء وشيوخ سوريا. ولذلك هو مؤسف ما يحصل على الأرض السورية من تجاذبات دولية يعني من خلالها تحاول الولايات المتحدة الأمريكية لها نفوذ أكبر وسيطرة أكثر. نعم، على الأرض السورية، بالمقابل روسيا تحاول أن تفرض سيطرتها على الأراضي السورية، تحاول أن يعني استنزاف يعني الأراضي السورية والثروات السورية، وكل منهم يحاول التقدم على. نعم، على حساب السوريين. نعم، شكرا جزيلا لك هاتفيا من اسطنبول سيد أديب العلياوي المحلل العسكري.